ينطلق في هذه اللحظات، والكلمة مباشرة تعود إلى الزميل محمد بن بريك المري. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، انطلق قبل لحظات الشوط الحادي عشر للجذاع البكار. نتمنى التوفيق والسلامة والسداد لجميع المشاركين في هذا الشوط. بينما صدارة الشوط أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، أرى وأشاهد في مقدمة الشوط شقة لسالم بن جبران المري، تسيطر في هذه اللحظات على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني عالية لفهد بن سعيد بن خميس المريخي. المركز الثالث من خلال الشعار لمحمد بن جلال الله بن ضرمان المري، بينما نقلتنا أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء على رابع المراكز العاصمة لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، بينما المركز الخامس أرى وأشاهد المركز الخامس حذاري لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، ويضمرها في هذا الشوط عبد الهادي بن هليل المري. ونعود بكم بعد أن أكملنا نداءنا الأول أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى شقاء وإلى شعار بن جبران اللي يسيطر في هذه اللحظات على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول أيها الأخوة مشاهدين ومتابعين الأعزاء. شعار بن جبران يسيطر في هذه اللحظات على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، وشقاء تسيطر في هذه اللحظات منذ الانطلاقة، بينما اللي تليها في ثاني المراكز المركز الثاني أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، أرى وأشاهد في ثاني المراكز عبلة أو هوايل لحمد بن سهيل بن حفار في المركز الثاني هوايل أو لمحمد بن جار الله بن ضرمان من خلال واقع الشعار، أعتقد أنها غير مدونة. المركز الثالث عالية لفهد بن سعيد بن خميس المريخي تحتل المركز الثالث عالية، بينما المركز الرابع أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في رابع المراكز هناك العاصمة لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. ونعود أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء لكم دعنا إلى المركز الخامس. يا محمود الحلاق عطنا المركز الخامس لو سمحت، مصورنا العزيز صاحب الكاميرا الثانية لنراها، لأن متقدمين نوع الشيء. المركز اللي أمامنا الحين المركز الرابع اللي نشاهدها على شاشة التلفزيون عبر الكادر التحتاني والكادر الثاني، بينما أرى في هذه اللحظات المركز الخامس وآخر مركز مسموح لي بالنداء والإذاعة ملوح لحمد بن سالم بن زاهر المري تحتل المركز الخامس. ونعود بكم أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء إلى شعار بن جبران وإلى شقا لسالم بن جبران المري، تسيطر على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور شعار معزة وشعار الشاهينية وشعار العديد والعديد من السبق. شعار سالم بن جبران المري يسيطر في هذه اللحظات على مقدمة الشوط. المركز الثاني ضبية لمحمد الغزيل لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري، بينما المركز الثالث أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء عالية لفهد بن سعيد بن خميس المريخي، وعالية هي عالية المقام وعالية المكانة، بينما المركز الرابع أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء نحاول أن نرى اللي في المركز الرابع. هناك العاصمة لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري وعقبال الدكتوراه. يا أبو مطر نتمنى أن تأخذ شهادة الدكتوراه لأني أعلم أنك الآن تقدم على شهادة الدكتوراه، نتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. المركز الخامس أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء ملوح لحمد بن سالم بن زاهرة المري، وانتصفت المسافة أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، وشعار بن جبران يسلم في المقدمة ومنفردة انفرادة ممتازة وما عليها ضغوط أبدا أبدا في هذا الجو الممتاز في هذا الجو القائم. بن جبران يسيطر على مقدمة الشوط
وسالم بن جبران المري مع شقة تسيطر على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور، بينما التسلل أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء من قبل عالية لفهد بن سعيد بن خميس المريخي تتسلل في هذه اللحظات على ثاني المراكز وتخطف المركز الثاني، وأرى محمد بن خميس المريخي يرافقها في هذا الشوط المركز الثالث. هناك الغزيل لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري، ورابع المراكز أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء رابع المراكز في هذه اللحظات، تتسلل حشيمة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، ومحمد بن الشيبة السبوسي يقودها في التضمير. المركز الخامس عرب مطر العاصمة لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، أهالي الخريب ينتظرون السلامات يا أبو مطر. المركز الخامس والأخير هي العاصمة لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، من أراد النداء والإذاعة فليتقدم إلى مقدمة الشوط والكيلوين مترين الأخيرين. شقة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، سالم بن جبران المري تسيطر شقة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بهذا الشعار الجميل وبشعار مضمرها سالم بن جبران المري اللي يسيطر في هذه اللحظات منذ الانطلاق على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول ومنفردة انفرادة ممتازة. يا سلام يا سلام يا شقة، المركز الثاني اللي تتسلل على ثاني المراكز، تتسلل حشيمة وتعود ملكيتها لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، والخوف على شقة من حشيمة، حشيمة يضمرها محمد ابن الشيب السبوسي. السبوسي اليوم مقدم شيء في صباح هذا اليوم مركز، بينما المركز الثالث وأول نداء لشديدة وتعود ملكية شديدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعملية التضمير مع سالم بن فاران المري. المركز الرابع أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء عالية لفهد بن سعيد بن خميس المريخي، وأهالي الروضة أيضا يطالبونك. المركز الخامس أرى وأشاهد العاصمة لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، ونعود أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء إلى شقلي في مقدمة الشوط والألف الكيلومتر الأخير، نشارف على لوحته مشاهدين الأعزاء. شقة ما زالت مسيطرة على زمام الأمور وعلى المركز الأول، وبانت لوحة الكيلومتر الأخير، ولكن الخوف من اللي قادمين في ثاني وثالث المراكز. الله، القدوم لا محالة من قبل شديدة وأيضا من قبل حشيمة، حشيمة وشديدة قادمين في ثاني وثالث المراكز. الله الله الله، خطفتها شديدة وحشيمة، انطلقت البكار طارا في صباح هذا اليوم في هذا الشوط. الله يا حشيمة، حشيمة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء تخطف المقدمة لتضيف نقطة أخرى إلى مالكها في هذا الصباح وإلى مضمرها في هذا الصباح، وأيضا شديدة تريد أن تضيف نقطة أخرى إلى مالكها وإلى مضمرها. إذا حشيمة تعود ملكيتها لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، شديدة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. كلمة الفصل من اللحظات الأخيرة، من ستحسم مجريات الأمور؟ شد حشيمة، حشيمة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، حشيمة هي الأقرب، الخط قريب، 400 متر الأخيرة. يا سلام يا أبوي يا حشيمة، حشيمة صامدة وشديدة تحاول في ثاني المراكز. حشيمة 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 وتضيف النقطة، تضيف نقطة أخرى وتضيف بإنجاز آخر، وتذهب السلامات مرة أخرى منها في هذا الشوط إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. أسعد الله صباحك سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأسعد الله صباحك يا محمد ابن الشيب السبوسي. تهانينا تهانينا من هذا المكان، التهاني تزف إلى مالكها ومضمرها. المركز الثاني شديدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، بينما المركز الثالث ننتظر لحظات وصولها. المركز الثالث عالية فهد بن سعيد بن خميس المريخي، بينما المركز الرابع هناك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والمركز الخامس حذاري لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. تهانينا وألف مبروك لجميع الملاك الفائزين في هذا الشوط الماضي، بينما في هذه اللحظات ننتظر لحظات التوقيت الزمني اللي أتت في المركز الأول أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. حشيمة
وتشاهدونها في هذه اللحظات، اللحظات الأخيرة عندما اختطفت مقدمة الشوط وطارت بناموس هذا الشوط إلى الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة وإلى مالكها سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك تضيف إنجازا ونقطة أخرى لمحمد بن الشيب السبوسي وإلى الأشقاء. قطعت المسافة في 9 دقائق و37 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والف مبروك لمالكها لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتهاني بدورها تزف لمحمد بن الشيب السبوسي المركز الثاني. عطنا يا مخرجنا المركز الثاني لأني أشاهد من خلال الكادر الأيسر، وشكرا للمركز الثاني شديدة. قطعت المسافة في 9 دقائق و39 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني بدورها إلى سالم بن فاران المري. وتشاهدون انطلاقة الشوط الثاني عشر. أما في هذه اللحظات ننتظر التوقيت الزمني لصاحبة المركز الثالث عالية، وقطعت المسافة في 9 دقائق 47 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك عالية فهد بن سعيد بن خميس المريخي. أما في هذه اللحظات تشاهدون الشوط الثاني.